ان محمد هاني اللي يعني نقول البطوله رقم 23 او 24 هاني مع النادي الاهلي، واحد من نجوم المباراه النهارده يا هاني من الشوط الاولاني، هاني فارق جدا مع النادي الاهلي. خلينا ابارك لك الاول على البطوله، واعتقد البطوله رقم 23 ليك مع النادي الاهلي هاني. والله الحمد لله، طبعا يعني دي اغلى واهم بطوله بالنسبه لي. يعني الحمد لله بقى لي 10 سنين في النادي، لعبت 7 نهائيات، يعني في 3 ما خدناهاش وفي 4 الحمد لله ربنا كرمنا وخدناهم. انا بحب عايز بس اهني الجيل ده، الجيل بجد اللي انا يعني متشرف وفخور ان انا واحد منهم بجد. يعني انا يعني حتى الواحد بعد ما يبطل كوره هيبقى مبسوط ان هو كان هيقول كان معاه كذا وكان معاه كذا وكان معاه كذا. بجد اسامي محترمين ورجاله بعيده عن الكوره وبعيده عن كل حاجه يعني. فالف مبروك لينا كلنا، الحمد لله يا رب يا رب يديمها نعمه علينا دايما، تبقى هي دي الاجواء بتاعتنا كلها فرح وبطولات وهو ده اللي احنا متعودين عليه. الحمد لله الجيل ده ما بيشبعش. يعني احنا نخلص، خلصنا الرابعه اهي الحمد لله ورا بعض، الخمسه احنا هتلاقي قريب اصلا ممكن نلعب الادوار التمهيديه، فاهم؟ فالحمد لله والواحد مبسوط جدا الحمد لله. يعني هاني ما بيتكلمش كتير، انا فاكر اخر مره انت طلعت فيها او سجلت فيها كان يوم حفل التتويج بدرع الدوري، النهارده هاني بيسجل دايما بعد البطوله، اعتقد هاني ما بيتكلمش كتير، بيرد دايما في الملعب. انا بس عشان وعدتكم ان انا هسجل بعد النهائي ان شاء الله نكسب، فعشان كده والله بسجل. هتزعلني هاني؟ لا ما اقدرش ازعلك، انت حبيبي انت عارف يا فاروق. لا انا مش بحب اتكلم كتير، يعني انا مش من النوع اللي انا احب ان انا اقعد يبقى كلامي يبقى كتير. انا بحب ان انا اشتغل في الملعب اكتر واحسن من نفسي واشتغل على نفسي، يعني هو ده اسلوبي. يعني ممكن في ناس كتير مش بتحبني بسبب الموضوع ده، ان هم عايزيني دايما بتكلم ودايما بعمل لقطه. لا دايما اعمل لقطه في الملعب ودايما اعمل، انا مش بتاع الكلام ده، انا واحد بشتغل بس. انت هتحبني عشان انا بشتغل حبيبي، ويعني حاجه جميله. مش هتحبني عشان انا مش بتاع لقطات، براحتك. انا بحبك يا هاني حبيبي يا فاروق. انا كمان والله هاني جيل تاريخي، الفريق ده بيحقق البطوله وما دخلش في مرمى غير هدف واحد، وده رقم قياسي بيحصل لاول مره في تاريخ افريقيا. احنا يعني دايما المجموعه كل الفرق بتدافع طبعا من اول قدام، بس دايما الاربعه اللي ورا بيبقى هم اللي عليهم المسؤوليه الكبيره. اي جون بيدخل بيبقى مسؤوليه الاربعه اللي ورا بالجون. يعني مصطفى شوبير بصراحه كان موفق جدا في البطوله دي، وربنا كرمه وكرمنا كلنا. يعني هو بصراحه كان من اهم الناس في البطوله دي بصراحه، يعني شال جوان كتير في ماتشات صعبه جدا يعني، واحنا دايما قدامه. مصطفى شوبير انت طبعا يعني الناس الجميله والناس المجتهده واللي بتشتغل على نفسها وعشان كده ربنا بيكرمه يعني. فدايما احنا كنا قدامه، الاربعه اللي قدامه دايما عايزين نأمن الدنيا، عايزين نحاول نبعد عنه اي خطوره. والحمد لله يعني انت لعبت فرق كبيره وفرق محترمه، الحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر يعني. اشكرك هاني ومستنيين منك الدوري حبيبي حبيبي كل